شعور عظيم، مش من السهل ان الواحد يحقق في اسبوعين بطولتين، وبطولتين مهمين. المستوى الافريقي مش حاجه سهله، وطبعا ماتش السوبر بالنسبه لي يعني كان حاجه كبيره. اول مره ماتش اهلي وزمالك، وان انا اكون بلعب وان انا يكون محطوط عليا امال كبيره. الماتش كان واخد ضجه كبيره يعني اعلاميا وتدريبيا، و يعني كل حاجة كانت بتزق لليوم ده. فطبعا كان ضغط كبير وكان حدث مهم للناس كلها. فيعني الحمد لله ان ربنا كان كاتب لنا ان احنا نكسب، وربنا يعني قدرنا ان احنا يعني نكون كسبانين بمظهر كويس. اللعيبة كلها ناس محترمة، ما حدش أثر في الماتش أو في البطولة الأفريقية اللي بعدها. حتى الجهاز ومجلس الإدارة كلهم كانوا بيزقوا الفريق إنه يكون في أحسن حالة وفي راحة نفسية، إن هم يقدروا يطلعوا كل اللي عندهم عشان يكسبوا البطولة. يعني بطولة أفريقيا يعني طبعا ما كانش فيها فرق قوية زي المعتاد، بس إنها تبقى بعد ماتش السوبر وبعد الضغط النفسي والعصبي ده كله، هي مش سهلة. وكمان برضو كان في فرق محترمة كانت بتنافس، بس الحمد لله إن الفريق كان متكامل والفريق كان كله إيد واحدة. قدرنا إن إحنا أي فرقة نيجي نقابلها نحسسها لأ، إحنا يعني إن إحنا أعلى منهم بنقطة أو نقطتين. والحمد لله قدرنا نوضح ده بأن كل الماتشات كان في فرق نقط كبيرة، فالحمد لله يعني ربنا كان مسهل لنا كل حاجة. بنحب نفرحهم ونقول لهم إن إحنا وعدناهم بحاجة، والحمد لله ربنا قدرنا وعملناها. ان شاء الله ده مش هيبقى اخر القابنا، لسه في دوري وفي كاس بنوعدهم برضو ان احنا هناخدهم بامر الله، ونطلع اقصى حاجه عندنا من اجل اسعادهم ان شاء الله. ببارك للنادي الاهلي وكل جماهيره على البطولتين الغاليين دول، ويا رب السنه دي تكمل على خير بالخماسيه وتبقى خماسيه تاريخيه للنادي الاهلي والجماهير ان شاء الله. يا رب عاملين على المكسب. اول بطولتين كانوا مهمين جدا، السوبر طبعا كان مهم جدا ان احنا نوصل كاس العالم، ده كان اهم حاجه في الموسم. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحسمه، وابطال الكؤوس طبعا كانت مهمه ان احنا نروح السوبر الموسم الجاي، وربنا كرمنا السنه دي بثلاث بطولات افريقيه. احنا ثالث فريق حقق ثلاث بطولات افريقيه في موسم واحد بعد مجمع البترول والترجي، وان شاء الله على طول مزيد انتصارات، وان شاء الله نحقق خماسيه السنه دي ان شاء الله. هو الاول في الاول وفي الاخر الحمد لله رب العالمين، الفرقه كلها رجاله. البطوله على فكره الناس كلها بتقول ان هي كانت سهله، هي بطوله سهله، بس هي كانت صعبه لان احنا كنا محطوطين تحت ضغط، لان انت ما فيش الترجي مش موجود، الزمالك مش موجود، النجم مش موجود، الفرقه من تونس كلها اللي بتمثل تونس كانت الحمامات، وفرقتين من المغرب اللي هم كانوا اصحاب الارض. لا البطوله كانت يعني انا شايف ان هي كانت سهله، بس في نفس الوقت كانت صعبه بالنسبه لنا، علشان خاطر انت محطوط تحت ضغط، انت النادي الاهلي ولازم تكسب البطوله باي شكل. بس والحمد لله رب العالمين، والفرقه كلها كانت رجاله، وعشان نفرح الناس كلها الحمد لله. شكرا.